بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم يوم خاص وجميل ومميز، بعدما شالوا مننا الحذر الأولاني أن أكون في بيت الحبيب أخي دكتور هاني البنا، الرجل الذي هو بصحبتي أنا في داره. دكتور هاني البنا طبعا يعني نسأل الله أن يجعله خيرا مما يقال عنه ومما حأقول بعد الكلمات، لكنه رجل علم من أعلام الأمة صراحة. دكتور هاني البنا هو مؤسس لأكبر إقاسة إسلامية في العالم التي تأسست سنة 1984، وسبب نشأة هذه الإقاسة كانت المجاعة التي حلت في إثيوبيا، المجاعة القاتلة، وناس هاجرت إلى السودان بقوة، فكانت انطلاقها هكذا. بمعنى دكتور هاني البنا مرتبط بقارة الأفريقية والشعب الأفريقي، وعاطفته بالأفريقيا مرتبطة منذ القدم. ودكتور هاني البنا هو المؤسس ورئيس إقاسة سامية سابقا، ومديرها التنفيذي ورئيسها، والآن هو رئيس منتدى الإنسان العالمي هنا في بريطانيا، وكذلك ورئيس منتدى الإسلامي في بريطانيا، وهو كذلك ما مؤسس ورئيس مجلس أمناء الإقاسة الإسلامية في كندا، التي دخلها يوازي في العام 65 مليون دولار. دكتور هاني البنا أصلا هو طبيب بشري، يحمل شهادة طبية في العلوم الطبية، طبيب رسميا، ولكنه كان طبيب الإنسانية، ترك مهنة الطب تفرق لخدمة الإنسان المستضعف، وتشهد له القارة كلها. وكذلك دكتور هاني البنا يحمل دكتورة فخرية من إحدى أكبر الجامعات في بريطانيا، جامعة برمنغهام، بعمله التميز بإنسانيته المميزة، بعرفانا للجميل له بدور الذي لعبه في العالم الإنسانية، وحاز على وسام من ملكة البريطانية لدوره المميز في قيادة العمل الإنساني. قابل ملوك ورؤساء العالم، تجول إلى أكثر من 80 دولة في العالم. طبعا يعني باختصار هذه النقاط البسيطة عن هذا العلم الذي أعتبره أنا المستضعف اللي جالس من حسن حظي معاه اليوم في بيته، مدرسة إنسانية. أنا شخصيا يعني على مستوى ضعفي وقلة حيلتي أعتبره رمز الأبول الإنسانية الذي تعلمت منه فعلا مبادئ التواضع، مبادئ العطاء، ابتسامة. يعني حقيقة أنا ما عاد أتكلم أكثر مما هو معروف من النقاط الأساسية عن دكتور هاني البنا، ولكن قصصه الخاصة، تواضعه الإنساني، بساطته دكتور هاني البنا، يعني مهما تتكلم حقيقة صعب تتكلم. لكن أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يكون له مكان عند ربه يوم يقف يوم القيامة بكل ما قدمه لهذا الإنسان المستضعف، لهذه القارة الأفريقية المنسية، للمستضعفين حول العالم، البسمات التي أدخلها في الفقراء والمساكين، في بناء المدارس، في بناء الجامعات، في حفر الآبار، في كفالة الأيتام، في بناء أسر المنتجة، في عالم الفقر اللي ما كان عندهم شيء. طبعا أنا اليوم بصحبة الحبيب أخي دكتور هاني البنا، أهلا وسهلا، مرحبا دكتور هاني، ربنا يمد في عمرك على الخير والعمر، ويطول في عمرك ويعطيك صحة والعافية. أنا صراحة سعيد جدا بأن أتحت لي بزيارتك، قبل عنك فترة طويلة، بس ما شاء الله أصبحت عريس يا دكتور هاني، يعني جلوسك في الكورونا في البيت أعطاك طاقة ما شاء الله. يعني تقريبا ما سافرت للخارج بعد الكورونا فيروس؟ بعد سبتمبر كنت في السودان، بس سبتمبر الماضي يعني، بعد سبتمبر معناها الآن حوالي 5 شهور ما سافرت، 6 شهور، 6 شهور ما سافرت، عشان كده رجعت طاقة شوية كويسة، لأنه ما أنت ما تهدأ من سفرياتك حول العالم. ربنا يعطيك الصحة والعافية دكتور. دكتور اليوم حقيقة ما عندي نقاط بعينها جهزتها لكي أتكلم فيها معك، وأنت ما تحتاج هذا الكلام، فحيكون معايا معك مع لقاء مع حضرتك لقاء دردشة، ونحن على أبواب شهر الخير. فأولا أرحب بك باسم إيثار الإقاسة، وباسم الإنسانية، وباسم كل من يحبك ويشاهدك. تحب تسلم على الناس قبل ما نبدأ؟ الله يحفظك يا دكتور، الله يحفظك. طيب سيد الفادي، إذا قلنا يا دكتور نبدأ، تعرف إيثار تأسست وإنت لك دور طبعا في قضية اللاجئين الإريتريين، يعني إقاسة إسلامية برضو لها دور
لعبت نفس الايام اللي كان فيها مجاعه في اثيوبيا، برضو كان الاجيرتين عن جايين بتاثر الوضع، ان لم تكن مجاعه مثل اثيوبيا برضو كانت مجاعه والفقر في اريتريا، فجاءوا لاجئين كثير. فانت جيت سنه يعني لو ترجع كده تحكي لي الى الوراء 1984 في نشاه الاقاصه الانسانيه، إقاصة ما شاء الله بدأت وأصبحت الآن إقاصة لها وزن في العالم. إيش سر النجاح الذي أوصل إقاصة التي بدأت أذكر من 10 بنس قلت في بداية مبلغ إلى هذا المستوى؟ الحمد لله وصلت سمع رسول الله. يا الجماعة اللي قاعد يسمعونا في اللايف يعني الصوت مسموع عندكم يا شباب؟ يا ريت إذا الصوت ما مسموع قولوا لنا الصوت مسموع. أوكي إذا ما مسموع الصوت قولوا لنا إن شاء الله. أوكي. الإغاثة الإسلامية بدأت ما هياش إغاثة لشعب معين أو لفئة معينة أو لقضية معينة. نعم. واللي كانت صعبة وسهلة في نفس الوقت. صعوبتها إن أنت مش محدد المكان اللي هتعمل فيه الدائم، فتبقى الناس بتركز فيه. لكن تميزها إنها بتتعامل مع كافة القضايا الإنسانية في العالم، ودي صعبة برضك. كنك أدادي في الصومال، في أريتريا، في السودان، في بنغلاديش، في باكستان، في فلسطين، في اليمن، في العراق، في سوريا، في البوسنة، في كوسوفو إلى آخره. دي نمرة واحد. نمرة اثنين اللي بيميز أصلاً بدأ كنا كلنا شباب. ما شاء الله. كان اغلب المتطوعين والمساعدين في منتصف الثمانينيات كانوا شباب في الجامعات وشباب الثانوي. نعم. الدراسه الثانويه كانوا بيجوا في المكان اللي احنا كنا فيه ده اللي هو موزلي رود ويقعدوا، فساعتها بيحطوا الاظرف والاوراق كل حاجه كانت يدويه، كانش فيه ايميلات في الوقت ده، وكان كله بالكتابة باليد. نعم. حتى طوابع البريد، حتى تصميم الإعلانات إلى آخره. فده الشباب هم اللي كانوا معانا، وخاصة جزء من الشباب اللي هم شباب الجامعات اللي هم كانوا جايين بيدرسوا دراسات عليا من الدول العربية والدول الإسلامية. ده الجزء الثاني. طب هذا كان كله عمل تطوع يعني كل البداية. نعم. ما بتاعك عشان كده قلت لك في الثمانينات. ده نمرة واحد. ما كانش عندنا مقر، كنا بنستفيد بمركز إسلامي اسمه دار الثروة المسلمين في برمنغهام، كنا بنستفيد بالقاعات بتاعته علشان نقعد ونعمل اجتماعاتنا فيها قبل ما يكون لنا مكتب. كان كل المكتب بتاعنا كان مجرد صندوق على الحائط وضعناه علشان الجوابات كل يوم سبت نفتح. نعم. أنا وزميلي الدكتور إحسان. فده كان التميز اللي بدأ بيه اللي كان غريب عن ان مثلا الجمعية دي تبع الجهة المعينة والبلد المعينة والحاجات دي كلها. فده اللي كان ميز الإغاثة الإسلامية في اول 5 أو 10 سنوات. في بداية النشأة كم شخص كنتم يا دكتور هاني؟ كان إحسان، الدكتور إحسان شبيب، وكنت أنا، وكان زوج الدكتور إحسان شبيب بتساعده عمل، وزوجتي كانت بتعمل على الآلة الكبة تكتب. نعم. وفي بقى كتير جدا من المتطوعين يعني. كان البداية 3 أشخاص. اثنين. كان شخصين. هو الدكتور إحسان وأنا. الله أكبر. وبعدين بعد كده استمرت المسيرة وكبرت بعد كده بقى عشرات ومئات. الله أكبر. وده اللي حصل في 84 و85 و86. طيب يا دكتور، طبعا يعني أي عمل له مقومات لكي يصل هدفه وينجح. إيش كانت المبادئ التي رسختموها من البداية لكي تروا بفضل الله عز وجل هذه الثمار التي أصبحت قاصرة عندها أكثر من 60 دولة في العالم؟ هم بيشتغلوا في دول كثيرة جدا بس عندهم حاجة 40 مكتب. نعم. فعلى ماذا نشأت هذه القاصة التي وصلت إلى هنا دكتور هاني؟ شوف، هو العملية لما نيجي نتكلم بمنتهى البساطة عشان الشباب اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، هقول لك أصل كانوا عاملين استراتيجيات وعندهم ميزانيات، كل ده ما كانش كلام. الأصل إنك تركز في العمل بتاعك. الناس مش عارفاك. إحنا ركزنا في أفريقيا، خاصة في أريتريا أو في شرق السودان في الأول، وكنا مركزين فعلا. كنا مركزين في بريطانيا عشان الناس تعرف. يعني أول 5 سنوات
ودي بتذكرني دايما بالفلاح اللي عنده أرض بيزرعها، لو مش قاعد على الأرض دي بيزرعها وبيرعيها كل يوم، عمر النبتة اللي هي البذرة ما هتبقى شجرة، والشجرة ما هتبقى غيط أو حقل أو غابة إلى آخره. فده إحنا عملناه بمنتهى الصراحة، كان التركيز على العمل الإغاثي وعدم تسييسه لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، وعدم انتمائه لأي حاجة من الحاجات اللي كانت موجودة والخلافات الكتيرة جدا، وابتعدنا عن كل المراكز الإسلامية. خاصة لما ذهبنا لأمريكا كان استراتيجيتنا بقى في أمريكا ما 93، نعم، يعني بعد 10 سنين من العمل. رحت لأمريكا بعد 10 سنين من العمل. من العمل في بريطانيا عملنا إيه؟ قلنا الشاطئ الشرقي ده انساه، في العرب وكلهم مشاكل. بدأتوا البداية الأولى خرجتهم كانت في الغرب يعني، وكانت في أمريكا اللي هو في لوس أنجلوس، والغرب ده بينها وبين بين لوس أنجلوس وبين نيويورك 6 ساعات بالطيارة. نعم. كنا نبعد عن المشاكل بتاعت الناس اللي جايين من دول معينة وعندهم مشاكل معينة وقضايا معينة، زي ما احنا هنا بعدنا عن الخلافات الباكستانية الهندية البنغلاديشية اللي هي بقى داخلة في الحزبيات والداخلة في المذهبيات، وده اللي ميزنا وركزنا في الموضوع ده. ففي ناس كتير جدا من المسؤولين بدأوا يلتفحوا. الأمر التاني، احنا كنا دايما بنروح المساجد بنفسنا. اوكي. بمعنى ايه؟ بمعنى عايزين مننا تسالوا عننا احنا عندكم. كنا عملنا حاجه في سنه 86 اسمها كارافان تور، او اللي هو عربة رمضان في اللي بنلف بريطانيا كلها. نعم. كنا بنطلع كل يوم بنبيت في مسجد مختلف ونوزع اوراق في مدن مختلفه، ونتكلم في واحنا في المدينه مثلا، لو كان في شيفيلد ولا في كارديف ولا في جلاسجو ولا في ابردين، نوصل ابردين، يبقى احنا هنحط المعرض في مسجد ونلف على البيوت نوزع اوراق. نعم. كنت انا بعمل الموضوع ده ومعايا بعض الشباب. انت بنفسك توزع الاوراق؟ لغايه دلوقتي بوزع الاوراق. يعني كنت بمشي اوزع الاوراق على المحلات التجاريه قدام المساجد. اول مره يا جماعه تبرعات من الشارع، كان بعد صلاه العيد الكبير او الصغير تقريبا في المسجد الاسلامي اللي هو برمنغهام ده. نعم. كنا احنا اول ناس وقفنا بصندوق، الباكستانيين بيخشوا يجمعوا يحطوا هم قاعدين كده بطريقه مرتاحه. نعم. انا وقفت بره في الشارع عشان ما كانش عندي تصريح ان اجمع من جوه، وفي خلال ساعه جمعت 1500 جنيه. هذا سنة كم كانت تقريبا تتذكر؟ يعني 86 87، وتعتبر يعني اول من خرج جمع التبرعات من المسجد للشارع. هذا يعتبر اول جمع، اول تبرع في الشارع. الله، في الشارع، لان دي ثقافه عندنا في الدول العربيه، نحن بنقف في الشارع الشحاتين. نعم. يقفوا في الشارع يجمعوا مثل هذه الاشياء. بعد كده الوقت اصبح يعني طوابير في الشوارع. صحيح. صحيح. كل مكان. دكتور هاني، اول عام يعني دخل الإغاثة الاسلاميه كم كان تذكر في اول يعني فينسير. احنا لما اول مشروع لما انا زرت السودان في مع تطبيق الشريعه الاسلاميه في سبتمبر 1984 كان معانا مبلغ 5000 جنيه. معاكم 5000 جنيه؟ بعد هذه اول ميزانيه تكون معاكم وتسافر بيها؟ هو ممكن ده اول مشروع. نعم. يعني ممكن يكون في اول سنه دي احنا جمعنا 7000 8000 جنيه. اول سنه؟ اللي هي سنه 84. يا الله. كنا بنخش المسجد نجمع منه 50 جنيه 100 جنيه 200 جنيه وفرحانين جدا. يعني مثلا في 93 94 في امريكا كان لسه المسلمين ما كانش لسه اغتنوا زي الان. كنا لما نجمع من المسجد 1000 دولار كان بصعب سعداء جدا. من المسجد 1000 دولار سعداء؟ في امريكا مش هنا. يا الله. دلوقتي بيجمعوا المسجد 10000 و20000 دولار. طب الحمد لله دكتور، عندما بدات اغاثه ايصال للاغاثه اول عام كان عندنا حوالي 30000 بوند، معناه احنا خطينا خطوات جميله عند البدايه. لا لا هو مش كده، لا انتوا ممكن تكونوا متخلفين. يعني انت بدات سنه كام؟ 2006. طيب بعدنا ب 22 سنة نقولكم ال 10000 جنيه دول 20000 جنيه 30000 جنيه لأن المسجد الواحد ليه؟ لأن هو المسلمين اغتنوا وأصبح فيهم فعلا أصحاب الأموال، يعني أصبح أصحاب رؤوس أموال. فلذلك احنا من 100 جنيه بتاعنا كانت تساوي أيام هذيك يعني كانت تساوي بتاع 50000 جنيه. فبعدها بعرف أضربها بقى في التضخم والحاجات دي فعلا وأشوفها إزاي، وعدد المسلمين زاد والمساجد زاد والإمكانيات زاد بعد كده. يا دكتور هاني، طيب انت في هذا يعني منوال، طبعا انا من الصعب يعني عملت 30 سنه تقريبا، صح؟ 37 سنه. 37 سنه صعب الان هذه الرحله كلها ان نحن نحصرها في
في اللحظه هذه، لكن انا عايز اخرج بزبده هي رحله كلها زبده ما شاء الله، بس كده تديني لقيمات جميله. بماذا تنصح اللي يتجه في عمل الانساني العمود الفقري الذي يمكن يبنى به العمل هذا؟ يعني انت كده كم نصيحه تديني ممكن تروح؟ من ناحيه الموارد البشريه الشباب والنساء. الشباب والنساء يعتبروا قاطع او مشترك اعظم في اي عمل، دي نمره واحد. النقطه الثانيه عدم تسييس العمل وتحزيبه او مذهبيته. هتقول لي اصلا انا تبع كذا وفكري كذا، خلاص مات العمل بتاعك، هيشتغل حسب الجماعه بتاعتك. دي نمره اثنين. العمل الثالث انك بتركز في التخصص. انت قلت هشتغل في عمل اغاثي يبقى عمل اغاثي. هشتغل في عمل تنموي يبقى عمل تنموي. هشتغل في عمل انماء عمل هو التوعوي يبقى عمل توعوي. حقوق انسان يبقى حقوق انسان، لكن ما تقولش ايه كل يوم انا لابس طاقيه مختلفه الى اخره. الامر الرابع ان انت يكون عندك هيكليه واضحه المعالم. فيها رئاسه وفيها وصف وظيفي. مشكله المؤسسات الاسلاميه ان الوصف الوظيفي فيها ضعيف جدا، وفيها تداخل ما بين سلطات اللي هو مجلس الامناء والسلطه التنفيذيه، وتلاقي الناس في مجلس الامناء متغولين على السلطه التنفيذيه وقاعدين لهم. وطبعا ده لان الامناء مش عارفين دورهم الحقيقي، ان هو دورهم رقابي وليس تنفيذي، ودورهم توجيهي وليس تنفيذي، ودورهم استراتيجي وليس تنفيذي. ده المشكله عندنا. الامر الثالث او الرابع او الخامس او السادس ان احنا نسوي الناس الاكفاء ونجيبهم ونعينهم، سواء كانوا من جماعتنا يعني عرب او هنود او باكستان او حتى من الغير المسلمين. في ناس يعني ممتازين جدا 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 وعم بيشتغلوا بمعياريه عاليه جدا، فاستفيد منهم. انا خايف من الاجنبي ليه؟ انا خايف من غير المسلم ليه؟ والمشكله كمان عند الجمعيات الاسلاميه انها خايفه من واحد يكون عنده مهنيه عاليه لكن لكي يدير العمل بطريقه جيده لكي لا يخرج من سيطرتهم على العمل. ما هي عمليه السيطره دي. السيطره دي بتيجي من ناحيه ايه؟ انت امين وليس مسيطر. حلو. امين يعني عليك تشوف كيف تتجه المركب الى الامام، واخد بالك؟ لكن تسيطر يعني هتجيب ابنك، هتجيب خالتك، هتجيب عمتك، هتجيب جماعتك، ده كلام فارغ. نعم. ملوش دعوه ايه؟ صحيح. لا بالله العمل الاجتماعي او اي حاجه خالص. فلو انت خرجت وحليت الامر الثالث بقى اللي هو ايه؟ الهيكليه تكون واضحه، وصف الوظيفه تكون واضحه، الميزانيات تكون معلومه. بحيث يكون في شفافية عالية جدا في الدخل والإنفاق. نعم. والشفافية هذه دكتور هاني كما أشرت إليها لا يمكن أن تكون في مؤسسة مثلا تكون تدار بشخص يختار من يكون معها. لا. ابن عمه، ابن خالته، أو قريبه، أو كمان ممكن يكون رحيم جدا تكون زوجته معاه أو ولده وابنه. دي تعتبر من الكبائر في العمل الإنساني. زي الزنا وزي الخمر وزي القمار. وزي يا ربي الربا الى اخره. يعني من الصعب تعمل معاه المحاسبه مكاشفه. وده اللي حاصل في كتير جدا من الجامعات اللي نشات حديثا في اماكن مختلفه، لانهم لسه عندهم الموضوع ده، وده خطر جدا جدا على اي جمعيه. ممتاز. اذا لكي تكون لابد ان يكون لك هذه الشفافيه تكشفها بكلها بما تفعله للمتابعين للمتبرعين. فلازم يكون عندك عمل مؤسسي حقيقي. صح. يدار بمؤسسية وبمهنية. صح. ليس بمعرفة يعني قريبي ابن عمتي ابن خالتي، وهو يكون رئيسها مثلا يجيب الناس اللي مشيهم عبر مزاجه. صح. ويصرف على أموال يدخلها يطلعها. صح. ولا رقيب ولا حسب عليه. هذا ما أصبح عمل إنساني. لا لا، هذا عمل خاص بتاع شخص. لو كان حتى الشخص اللي بيعمل كده في العمل الشركة التجارية بتاعته بيجيب أحسن ناس يوظفه مش بس قرايبه، يعني لما ينجح مشروعه عشان ينجح ده ماله، مال بيحرق. يجيب الناس لما بتوعه هم يوظفهم عشان هي شركته ما تخسرش. انا عرفت ناس تجار كبار في العمل الخيري يلخبطوا الاوراق، يجيب لك ارخص واحد عشان ايه ما نصرفش، لكن في التجاره بتاعته يجيب لك احسن ناس. طب ليه؟ ده مال الله وهذا ماله وده مالك انت، انت ومال الله كذلك. طيب يا دكتور، الان النقطه الثالثه اللي احب الان تكلمنا في العام وفي الشفافية وفي المؤسسية، الذي يقود عمل الإنسان يكون على رأس العمل، بماذا تنصح؟ أولاً اللي يقود لازم يكون فاهم وعنده خبرة
وما عندوش تحيز او تحاب او 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 تميز او حزبيه او مذهبيه معينه. بمعنى انا ممكن اكون تابع لمذهب معين، لكن ده ما يمنعنيش ان انا اشتغل مع كل المذاهب. عندي فكر معين لكن اشتغل مع كل الافكار، لان العمل الانساني بيشتغل مع كل الافراد اللي داخل اي مجتمع من المجتمعات. نعم. انت طبعا انت حنفي مثلا او صوفي او جماعه اسلاميه او حنبلي او مالكي، ده ليك انت. لكن الشارع فيه الحنفي والصوفي والحنبلي والمذهبي، وفي كذلك اللي هو اليزيدي، اللي هو اليزيدي، وفي كذلك اللي هو اعوذ بالله مش عايزين اللي هو الجعفري. حتى تتعامل مع انسان يا دكتور ما عنده دين، ما عنده ايمان، ما عنده اسلام. سنه 91 لما حصل الزلزال بتاع ايران، كانت الغاز الاسلاميه قبل ما حسينيات الشيعه نازله في الشارع بتوزع على الناس تجمع فلوس. جمعت 400 مليون جنيه، واتفقت مع الهلال الاحمر وبعت كل الحاجات اللي الهلال الاحمر الايراني ودتها سنه 91. يعني احنا كنا سنه ودول شيعه. دلوقتي غباء المسؤولين بيقول لك لا ليه ان انا ما اشتغلتش مع واحد اصيب بنكسه او بصيبه سوداء وكان مسيحي او كان يهودي او كان يزيدي لما اتكلمت معاه قبل كده، او كان ما عندوش دين. يعني بس اول مشروع عملناه بعد الفيضانات في الصين في سنه 2002 كان مع البوذيين. نعم. في العاصمه القديمه للصين اسمها شيان، بناء البيوت بالشراكه مع الحكومه الصينيه. يعني ده كام ده من 20 سنه، واحتفلنا في 2006 و2008 بان 20 جمعيه من الجمعيات الاسلاميه في زلزال هايتي واخد بالك راح عمل قدموا مساعدات هناك. يعني من 91 لما كان الناس بيقول لك انت هتشتغل مع الشيعة، هشتغل مع الشيعة مشكله مشهد في نهايه المطاف. بعد كده هو المؤسسات دي كلها راحت هايتي واشتغلت هناك ووزعت معونات وتعاملت مع الايه مع الجمعيات القليله اللي كانت موجوده هناك، سواء كانت وكان دول كلهم جمعيات من بريطانيا. حتى البنك الاسلامي بنك التنميه الاسلامي بقول لك منح الغاز الاسلامي 5 مليون دولار يتعمل بهم مدارس داخل هايتي. سبحان الله. وده كانت نقله نوعيه غير عاديه، لان في هايتي في ناس يعني بيعبدوا اطياف مختلفه غير المسيحيه. اذا العمل الانساني ما مقيد لا بشكل ولا بالجنس ولا باللون ولا بالدين، انت تتعامل مع الانسان المحتاج. وانت اصلا مقيد بيك انت. اهم حاجه انت عندك قيم، عندك اخلاق، عندك حسن خلق، يستاهل المجتمع كله يتعامل معك. ما عندكش ان شاء الله لما اكون واقف وحافظ القران كله وحديث وسنه مفيش اخلاق ما حدش يتعامل معك. طيب يا دكتور، قبل ما اطلب منك نداء بما يخص على ابواب الوداع نحو داخل رمضان، بماذا تنصح اذا هناك شخص ما او مؤسسه ما تعمل في ساحه ومع الاسف الشديد يكون همها كيف تربح من هذا العمل وليس كيف تفيد هذا الفقير؟ يعني كيف تربح؟ كيف تربح يعني؟ يعني يشوفوا مصالح لانفسهم. مصالح انفسهم ده شيء وكما اعتبرتش. انا هقول لك حاجه دلوقتي، هنا في بريطانيا دلوقتي اصيبت بآفة جديده اسمها اسرف زكاة المال داخل بريطانيا. في شباب طالعين دلوقتي. صحيح. ودي فقه ضيق وهيدخلنا في عنق زجاجه واختلافات و يعني اختلافات مش هقول اكتر من كده يعني. لا بس لها وجهه نظر عندهم. لا ما فيش. لو سمحت لو احنا انا ما كنت في الاغاثه في سنه في الثمانينات قررنا من اكثر من 30 سنه قبل ان يرى كثير من هؤلاء الشباب ان يصرف 30% من الزكاه محليا. نعم. 70% بره. لماذا؟ لان الدول الاوروبيه وده ده كل الناس اللي بيسمعوا، كل الدول الاوروبيه والامريكيه والكنديه ودول الخليج دول عندها نظام اجتماعي قوي، خدمات اجتماعيه فيها فقر. نعم. لكن الفقر ليس مثل ما هو في نفس الوقت. انا عندي 800 مليون واكثر من الجوع على مستوى العالم،
عندي ما بين ما بين سوريا واليمن 40 مليون لا في حماية ولا في مية ولا في صحة ولا في تعليم ولا في أي شيء. نعم. أنا بقول لك وازن، لكن ما تلويش عنق الدين، ما تلويش عنق الدين تقول لا لازم نصرف هنا. المصارف مفتوحة، وهذا فقه معوج، أن تلزم الناس بصرف كل أموالهم في بلد هي بتؤدي الخدمات. لا مش كده بس، هنا في فاونديشن، مؤسسات مانحة ميزانيتها للعمل المحلي. نعم. ما يقل عن 10 مليون جنيه سنويا، روح لها وخذ منها فلوس على المشاريع اللي هي ايه محلية في الدولة. لا مش كده بس، الحكومة البريطانية والأمريكية وكل الحكومات دي عندها ميزانيات اجتماعية للمجتمع نفسه، روح لها روح لها، لأن هم بيحسوا ان من خلال الميزانيات دي احنا عايزين نعالج المشاكل الاجتماعية اللي عندنا. في كل وزارة فيها ميزانية، الفاونديشن بنسميهم فاونديشن كده. فده ليه جاي ضيق واسع؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ضيق لي برضك هؤلاء الناس الفقهيين او المتفقهين اللي يقول لك كل دي اشياء ايه؟ لا، لكيف تجمع الاموال. نعم. واخد بالك؟ احنا بس عايزين نجمع مال. مخهم في جمع المال. انا حدي الفلوس، فلوس الزكاه بتاعتك دي هوديها من غير هصرفها من غير وانا مليم اثر فيها. ادمنستريشن يعني ايه؟ مصاريف اداريه. باماره ايه؟ اذا كان ربنا قال لك ولا عاملين عليا، لان الشيء الوحيد اللي موجود في الدين الاسلامي كمؤسسه هو الزكاه. لذلك ربنا من اول يوم عندما انزلت هذه الايه قال لك العاملين عليها، لانه ان يعلم في علم الغيب انها تتحول الى مؤسسيه. فالمؤسسيه فيها عمال وفيها مصاريف وفيها مصاريف. فانت جاي انت منين انت؟ فقه القرى ده وفقه اشباه العلماء اللي هم ليسوا علماء ما ينفعش يتعمل دلوقتي في وسط عالم كله مصايب شرقا وغربا، ثم تغير مناخي لضارب. يعني لو انت شفت تغير مناخي في افريقيا عامل فيها ايه؟ وفي اسيا عامل فيها ايه؟ وانا اجي ده بالكده بس. انا بقول لك حاجه، في انفاق الزكاه انا قلت لك 30 70 في الدول دي. في الدول الفقيره زي مثلا اريتريا او الصومال انا حسب 90 10. يعني ايه؟ يعني 90% في البلد خلاص؟ نعم. المانح، لكن 10% لبره. تقول طب وصف لي بره ليه؟ اقول لك عشان في حاجه اسمها ايثار، يقولون على انفسهم ولا كان بيهم خصاص. انا بطلع 9 اعشار مالي اصرفه في داخل اريتريا، لكن عندي في قضيه ثانيه في افريقيا وان شاء الله اودي لهم ايه؟ قصه خبز. يبقى الناس تحس بالانتماء في التواصل بينهم. يعني حتى الدول الفقيره في الصومال، الراجل التاجر الصومالي ده يطلع، الراجل الاريتري الغني ده طلع لي 9000 جنيه اصرفهم في اريتريا، ها، و1000 جنيه من 10 تصرفهم في ان شاء الله في موزمبيق ولا في اي حته افقر من اريتريا. فبالتالي عشان حكايه ده بالنسبه لايه؟ للناس اللي بيحولوا الدين او يحولوا الواسع من العمل الانساني الى ضيق عشان يجمعوا تبرعات يحقق اهداف ليهم. اللي يجي يقول لك ما فيش مصاريف اداريه، قول له ولا مؤاخذه، انت لا تقول الصدق. لان فعلا العمل بدون ان تصرف عليه كيف يمشي؟ يعني هيقول لك انا بصرف عليه، انا بصرف عليه منين؟ قول لي الناس، لو قلت في شفافيه شفافيه. نعم. طلع لي انت بتصرف على العمل ده كيف يعني؟ كيف؟ هيقول لك اولا بستفيد من الجيفت ايد، اقول لك سلامات يا ولا مؤاخذه. بمعنى ايه؟ بمعنى انت في الجيفت ايد تبرعت ال 100 جنيه يعني. خلاص؟ التبرع 100 جنيه ده هو لو انت ما خدتش الضريبه بتاعتك يبقى انت كانك تبرعت ب 128 جنيه. يبقى اللي انا اديته لك مش 100، 128. شغل الحلنجيه ده ما ينفعش. دي نمره واحد. يقول لك انا عندي حد تاني مصارف. اي تبرع بيجي لمؤسسه بيجي لانها مؤسسه خيريه. مؤسسه خيريه، نعم، مش عشان خاطر عيونك يعني. فكل التبرعات العينيه، خد بالك، يعني مثلا نفرض ايه؟ نفرض شركه تجاريه قالت لك انا هفقد المرتب بتاعك، ادخله في الايه؟ في الداخل والخارج. ليه؟ لان انا عايز اظبط كيفيه الاداء
وقيمة الأداء في الآخر. من ممكن يكون موظف ناس أي كلام والمصير بتاعت كذا. في بعض الناس لما بيجيلها تبرعات يعني تعرف يعملوا إيه؟ يضربوا قيمة التبرعات دي في السقف، سقف هدوم ولا أكل. أنا سنة جالي تبرعات على إيه بعشرة مليون كلها ما تساويش نص مليون. بمعنى إيه؟ عشان إيه؟ تشتغل على المصاريف الإدارية. فكل الحاجات دي كلها إحنا تعلمناها في الشارع. أنا بقول للمانحين إنهم يسألوا عن الجمعية ويسألوا كل سؤال قبل ما تدي فلوسك لأي جمعية. اسأل مين هم مجلس الإدارة. أنا عندي محاضرة هعملها الأسبوع الجاي، عندي حط فيها 18 نقطة لا تسأل و 18 نقطة لا لا تعطي. في ناس بتدي 20 و30% لنجوم يجوا بمعارض تبرعات، يعني أدي 20% من التبرع ليه؟ أنا مش عايز النجم، عايز النجم ما ياخدش 100 وأنا منين؟ وهكذا. ففي ناس واخد بالك جمعيات حديثة طالعة يعني هتكون وللأسف يعني إيه عبء على العمل الإنساني، وفي نفس الوقت هتقسم المجتمع إلى أحزاب، ودول الفقه بتاعهم لابد أن يراجع مرة أخرى. ده بالنسبة للتحديات. طيب دكتور هاني، الآن نحن كلها كم يوم دخل عند رمضان، وأنت تعرف قضية الإريتريا، وجزاك الله خير إمام مقصر معنا. نحب صراحة من أعماق قلبي أقدم لك شكر وتقدير على دورك في دعمك لنا في إيثار من بدايتها بكل ما تستطيع. فالآن أنت عارف القضية الإريتريا ومعاناة اللاجئين الإريتريين التي بدأت سنة 67 عام الذي ولدت فيه وما زالت مستمرة. اليوم في ناس يسلوا معسكرات اللاجئين، لكن إلى الآن عالم الإسلامي وعالم العربي ما زال ما ينظر إلى القضية دي كأنها قضية فيها معاناة. أولاً إيش نصيحتك في هذه؟ أول حاجة بالنسبة للشباب الإريتريين هو الجيل الثاني أو الجيل الثالث اللي موجود دلوقتي، إيه يكثفوا من رفع الوعي على معاناة الشعب سواء كان داخل إريتريا أو خارج إريتريا، إذا كان في السودان أو كان في اليمن أو كان في الصومال أو في جيبوتي. أو في جيبوتي سوري، أي مكان فعلا لابد. أنتوا مش قاعدين على السوشيال ميديا 24 ساعة 48 ساعة في اليوم، ارفعوا الوعي، كمية الوعي، وحولوا القضية من قضية منسية إلى قضية معلومة. نعم. يعني أنت كنت بتتكلم من 10 سنين، قلت أنت بدأت في سنة 2006 2006 يعني 15 سنة. نعم. إمكانياتك من 15 سنة غير دلوقتي. إيه الميزانية اللي أنت بتحطها على رفع الوعي المجتمعي؟ هل ميزانيتك في 2006 هي بتساوي ميزانيتك دلوقتي؟ طبعاً لا. طبعاً. فانت شوف اماكن القوة اللي انت ممكن تستفيد بالشباب منها، حول يعني انت اجمع حولك الشباب، لان الشباب دايما عندهم امكانيات سريعة الطلقات. نعم. وانت عايز كده قذائف سريعة الطلقات علشان ترسل هذه الرسائل الى العالم كله، ايه يتحدث عن القضية الآتية، يتحدث عنها في دور مياه، يتحدث عنها في دور اطفال ايتام، يتحدث عنها في دور التعليم، يتحدث عنها في دور اليتم، يتحدث عنها في دور التمكين المجتمعي. كل هذه الأشياء محتاجها. نعم. وتبسط الأمور لعامة الناس وتعمل زيارات. لو أنت عندك مخيمات هنا أو هنا أو هنا أو مشاريع هنا أو هنا أو هنا، الناس تروح تشوف هذه الأماكن اللي احنا بنتكلم عنها. فدائما الشباب اللي موجود سواء كان أريتري أو غير أريتري لابد يكون دائم التواصل مع بعضهم البعض، مع المجتمعات الأخرى بلغات مختلفة. ممتاز. وبل. طيب الجهات والمؤسسات التي لا تلتفت إلى القضية الإريترية إيش تقول لهم؟ نروح لهم، نقول لهم أنتوا يعني دي قضية غائبة، زي في قضايا كتير جدا أصبحت غائبة عن الناس. أقول لك يعني، فما نتكلم إن الناس لابد إنهم يعني يحطوها، يرجعوا يحطوها مرة تانية على الرادار بتاعهم. وللأسف دي برضك أرجع أقول إن المؤسسات الإريترية لابد أن تتواصل كمؤسسة مع المؤسسات الأخرى علشان ترجع القضية الإريترية موضوع مرة أخرى على طاولة الدعم، سواء كان الدعم الخيري اللي هو الإغاثي أو الدعم التنموي. نعم. وده مهم جدا بالنسبة لك أنت. بالنسبة للشباب رفع الوعي، بالنسبة لك أنت التخصص في أنك تتواصل مع هذه الجمعيات، والجمعيات اللي مش بتقول ما فيش أولاء، في أولوية. يعني الحكومة السودانية حكومة يعني فقيرة كما يقولون، والإمكانيات مش متاحة. والأمم المتحدة هناك ما بتصرفش فلوس خلاص، بالطبع ما عندناش ميزانية خلاص، والعالم كلها نسيتها. فأنا لابد إن أنا أذكر الجمعيات الثانية دي إن أنتوا بنتكلم على حوالي 400,000 واحد أو ازدادوا دلوقتي. يعني في فوق نص مليون لاجئين. خرجوا دلوقتي حاجات التجرانيين جم. وممكن يحطوه في نفس الإيه؟
المنطقه في علاقه ثانيه. وهتكون انت مضطر انك تتعامل مع القضيه دي والقضيه دي. والحمد لله تعاملنا نحن في مصر في زياره الاخيره. احنا وزعنا طرد غذائيه، شاركنا هذه طيب. في نهايه المطاف عمل الانساني ولا بد ان يكون لنا فيها دور يعني. فلذلك هنقول للجمعيات الاخرى او ده ما تكونوش انتم موزعي سلات. بمعنى يعني ايه؟ يعني شغل كل شغلكم يكون نهايته الحمامات. عارف الحمامات يعني ايه؟ نعم. وجبه وراحت. لازم يكون اكثر من كده. فدي خلاص جزاكم الله خير. طب انا بقى بعد كده اعمل ايه؟ في حاجه اسمها التفكير في الشيء التنموي. نعم. حاجه اسمها مناصره مع الحكومه السودانيه. طب ادينا اراضي، دول كلهم فلاحين. يزرعوا الاراضي عشان على الاقل ياكلوا منها. اعملوا شراكه بينكم الجمعيات السودانيه اللي موجوده في السودان، او اللي موجوده في اليمن، او اللي موجوده في جيبوتي، وهكذا علشان الناس دي تكون لهم حيثيه موجوده. مين اللي هيقوم بدي؟ مش انت لوحدك كجمعيه اريتريه، الجمعيات الاخرى زي كل الجمعيات المسلميه الثانيه اللي موجوده دي انها تضغط وتعمل وتحط حط. الامر الثاني ان لو احنا مش قادرين ايه نعمل مشروع كبير للاريتريين، نطلع اربع خمس جمعيات يشتركوا في عمل المشروع ده. نعم. سواء كان في جيبوتي او كان في اليمن او كان في شرق السودان. افرض المشروع هيكلف مليون او 2 مليون وانت ما عندكش امكانيه، طب احنا هنقسمه على 10 جمعيات. وهو بتقسم هتعمل في خلال سنتين او ثلاث سنين، يعني كل سنه انا عايز 300,000 دولار او 300,000 جنيه استرليني او 300,000 يورو على 10 جمعيات. يعني كلام بالنسبه للجمعيات اللي عندها 30 و40 و50 مليون ولا شيء. صحيح صحيح. بالك؟ فده يبقى انت عليك تواصل مع الجمعيات والشباب نوع تواصل مع الشباب الاخرين. الله يكرمك. دكتور الان خلاص قرب رمضان، هناك في من الناس وانت طبعا فيما تعرف وفيما شاهدت، انا ما اساوي شيء معك، لكن بام عيني كنت ارى يدخلون رمضان وليس لهم ما ياكلون. ففي احدى زياراتي وجدت امراه تقول لي في رمضان كنت ما ازور في معسكر ام قرقور، قالت لي ثلاث ليالي والله ما وجدت ما تدخل شيء في فمها. المستمعين والمشاهدين، ما هو دور الذي ينبغي ان يعملوه في شهر العطاء؟ وهل ينتظر الى ان يبدا رمضان ام تحثهم يبدأ من الان؟ هو شوف، هو احنا ليه بننتظر رمضان؟ افرض انا مت قبل رمضان. الله يطول في عمرك ان شاء الله. او مثلا انا او غيري، واخد بالك؟ افرض مت قبل رمضان، التسويف ما ينفعش. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان هو نبرمج او منهج العمل بتاعنا. قال في حديث شريف: ما ناقص مال من صدق. نعم. وقال في حديث اخر صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله ادومها وانقل. نعم. يعني انا دلوقتي ايه؟ هستنى في رمضان عشان اطلع الزكاه بتاعتي كلها 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا 10,000 جنيه، طب ما اطلعها احسبها بالتقريب واطلعها 98% منها على مدار السنه. نعم. والعلماء افتوا، طلع ال 1000 ولا 2010 دول، طلع منهم 7,000-8,000 كل فيها شهريا. نعم. واخد بالك؟ وفي الاخر لو في حاجه ناقصه يبقى تطلعها ايه في شهر رمضان. لكن ليه اسيب الناس ميته او بتعاني 11 شهر وفي الاخر اروح اجيب لهم اكل، يجيب لهم تخمه في رمضان ويقولوا مش عارفين يعملوا ايه؟ او بيروح على المعسكر مثلا في الاضاحي مثلا، يعني على نفس الحته 50 راس تتوزع في يوم واحد، ليه؟ لان مفيش ثلاجات. واخد بالك؟ فبالتالي علمهم ازاي، يعني مثلا في مشروع الاضاحي ده احنا علمناهم ايام كان الشام موجوده، اللي هو كانوا متعلمينهم ايه؟ يجففوا اللحمه ويبقى لحمه قديد بالملح. ده نمره واحد. نمره اثنين حولناها لسجق 6 اشهر. نعم. كيف في المصانع. نمره ثلاثه حولناها لمعلبات. نمره اربعه وهكذا. فانت بالتالي حتى لحم القديد ده لو انت علمت الناس اللحمه اللي بتجي لهم دي ازاي يملحوها وتقعد عندهم زي اللحمه اللي هي بناخدها ونرجع نطبخها كل شويه، بدل ما كلها تتاكل في يوم واحد او يومين، ما فيش كهرباء وما فيش ثلاجات وما فيش ستورج. نعم. طيب الان يا دكتور هاني بنا، اوقات للناس انا عندي كم من امثله قصص شفتها في حياتي اثر من اثر الصدقه. الناس تستمتع وترتاح عندما تاتي له شيء من المثال، عطائك هذا لله جلت قدرته لن يروح هدر. الله عز وجل حتما قال يعني وما تنفقوا من خير فهو يوفى اليكم. لكن عندما تقول الانسان الصدقه تطفي غضب الرب، الصدقه تدخلك في السعاده، الصدقه اثارها ممكن ترى في الدنيا. طبعا انا متاكد
لو انا اقول لك يا دكتور هاني ايش عندك من القصص التي مرت في حياتك شاهدتها اثار سابقه، هيحتاج حلقات حلقات. لكن ايش رايك قبل ما اختم معاك تديني موقف من المواقف ممن تبرعوا اليك او تبرعوا للمؤسسه اثر هذا العطاء اللي كان له فاعليه على الانسان؟ طيب اديني قصه واحده بس. قصه واحده كنت انا بذكرها دائما، وهو كانت في ساعة 1999 أو 2000 تقريبا. نعم. كنت في الدوحة والشيخ يوسف كان جاي من السفر، وسلمت عليه وقلت له قال تعالى زورني في البيت. قلت له بس أنت قال تعالى زورني في البيت. كان في ليل، كان في تبرع من شاب مغربي 50,000 مارك ألماني في الوقت ده. كان لسه اليورو ما بدأوش فيه. قال لي اتفضل ده للبوسنة. قلت له ايه في البوسنة؟ قال لي اي حاجة في البوسنة. قلت له الايتام؟ قال لي اي حاجة. حولنا ال50,000 دول مارك الى حوالي 25 او 30 راس بقر قدام الناس. خلاص؟ عشان نخرج من الناس جمعوا تبرعات في المغرب، ادوها للشيخ اديها لي في قطر، خدتها انا رجعتها ايه؟ للبوسنة. المشروع نجح. كمبدئيا زي ما كنت بقول لكم مشروع الارقام اللي انتوا لسه ما بداتوش فيه دلوقتي. طب بعدها بسنه او سنتين تحول المشروع بتاعنا والناس استفادوا، لان المراه البوسنويه مراه يعني ماهره في الطعام والحاجات دي كلها الى اخره. وقلنا نعمل مشروع كبير من 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 50,000 مارك يعني اقل من 25,000 دولار في الوقت ده الى نص مليون دولار. وقدمناه لمؤسسه اسمها مؤسسه الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله عليه. واخد بالك؟ قدمناه فعلا. نعم. واحد من الشباب قال لك ايه؟ قال يعني اللي هم كان نكد، معقول نقول الشيخ زايد رحمه الله عليه نقل اسم باسم البقره؟ راح السوداني كان موجود في الجلسه، قال له اذا كان ربنا حاطط اسم البقره في اكبر سوره في اول سوره. الله الله. فطلع ال 500,000 دولار دول ان احنا اشترينا حوالي 350 بقره، واخد بالك، من النمسا. فبالتالي الحاجات دي كلها انا مش هقول لك قصص تبكيك، لا دي حاجات حقيقيه. ان انت بتبرع بسيط من الناس المخلصين في المغرب جمعوا على مقدار سنه او سنتين قضيه البوسنه معهد المعاناه يعني تقريبا شبه انتهت الى انها تتحول لاكثر من 350 بقره. جالك البقره بالسيره الذاتيه بتاعتها من ابوها من امها اتولدت فين؟ جايين من النمسا بقى. سبحان الله. ده بقى لما احنا رحنا زرناها في 2005 او 2006 بعد كده مع المؤسسه المانحه، البقره دي اللبن بتاعها تحول الى بناء منزل، الى قرض ثاني وقرض ثالث وقرض رابع وقرض خامس وقرض سادس وقرض سابع، واللي خرج من يعني بقت حتى النساء والرجال اللي عملت ورشه واللي عمل دكان واللي عمل كذا، بقت النساء فرحانه جدا لانهم شطار. خدوا اللبن عملوا منه جبن، عملوا منه زبده، كانوا منه باعوه. بمعنى ذاك العطاء غير مجرى مجرى التاريخ، مجرى الحياه للناس من الفقر الى الاعتماد، من الرجوع الى الغنى. واصبح دلوقتي في شركه هناك للاغاثه الاسلاميه بتدير هذا المشروع. سبحان الله. شركه لوحدها مستقره، هي بتدير ايه؟ مشروع اللي هو الاقراض ده. دكتور هاني انا اشكرك على هذا العطاء، ربنا يعطيك الصحة والعافية. إذا تحب تقول شيء في الختام قبل ما نختم لك يرجع، ولكن أنا من جانبي يعني أكرمتني. أنا بس بقول للشباب اللي بيشوفونا دلوقتي يعني جزاكم الله خير على حسن استماعكم، شيروا هذا الفيديو عشان تساعدوا مؤسسة اسمها إيثار، وإيثار مؤسسات مسجلة رسميا في بريطانيا معترف بها، ولها مجلس إدارة محترم وناس محترمين جدا، نعرف كتير جدا من الشباب اللي فيها، لا متطوعين من استراليا لامريكا لاوروبا للسويد الى اخره كل مكان الخليج. فانتم الفائزين ان شاء الله، مش بس دلوقتي، في كل يوم لما بتحطوا ايدكم في ايد الايثار، وايثار بتمثل احد القضايا المنسيه اللي على مستوى العالم من 60 سنه تقريبا او اكثر من 60 سنه زي ما ابو سلمان قال، والناس مش عارفاها. تجاوزت 50 سنة القضية دي معاناتها، يعني داخلة على الستينات الآن. يعني خلاص تقريبا 60 سنة يعني. واخد بالك ومنسية. واخد بالك وعيب علينا إن إحنا ننسى قضية زي كده هو. وطبعا الآثريين ربنا يفك كربهم يعني، ليهم فضل على الإسلام والمسلمين من أيام الهجرة الأولى للصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
في بلاد الحبشة اللي هم استقروا هناك، هم دول أبناء من استقر من أبناء المسلمين في الحبشة في هذا الوقت. وجزاكم الله خير، وتبرع الآن وليس بكرة أو غدا، لا تدري ماذا يفعل بنا غدا إن شاء الله. أنا يعطيك صحة العافية دكتور هاني بنا، يمد في عمرك تستخدم هذه الرأي التي حملتها على عتاقك وتخدم هذا الإنسان المستضعف. ونشكر الجماعة الفريق الإعداد الفني، فريق الإعلام الذي مرانا الله يحفظه ويعمر ابننا القادم دكتور هاني بنا، ربنا يوفقك ويحفظك ويحقق أمالك يا عمر، ويجعلك على درب أبيك إن شاء الله تعالى، تكون تقتدي بأبيك وتؤدي دور أبوك إن شاء الله تعالى. طبعا كانت لحظة جميلة مثل هذا اليوم أكون مع أخي الحبيب دكتور هاني بنا، الذي فعلا بالنسبة لنا من حسن حظ أن أكون في مدينة هذه، أن أرى أعيش مع هذا الرجل الذي أتعلم منه كل يوم. أمس كان عملنا تدشين الحملة للإيثار، جزاكم الله خير، كان يوم جميل جدا وأمسية كانت طيبة، وجزا الله خيرا كل من دفع درهما ودينارا، ومنهم من دفع 4000 يورو، الله يوسع عليك. أنا شفتها بعدما رحت من الفيس، ولكن دعوت في النهاية يوم الجمعة أمس لعلك إن شاء الله تكون من الفائزين برضا الرحمن. فكما قال دكتور هاني بنا، لا تأجل موضوعك للقضاء، نحن كلنا بدأنا وإيثار بدأت حملتها، وكون من الأوائل الذين تمتد أيديهم لله جلت قدرته، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قدم ما تستطيع اليوم، إن قدا يوم المجهول، وربنا جلت قدرته يقول: ولا تدري نفس ماذا تكسب قدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم قدير. نسأل الله عز وجل أن يمد في أعمالكم على خير العمل، فهيا بنا أن نكون عونا للمحتاجين، وأن نقول لمن ليس لهم بواكي: نحن معكم بعد الله عز وجل، ونعطي لهم ونمد لهم يد العون مما أعطانا الله إياه. جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، ونلتقي دائما على الخير، ونسأل الله عز وجل أن يباركنا فيما تبقى من شعبان، وأن يبلغنا وإياكم على الخير في رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من منزل الأخ الحبيب دكتور هاني بنا، أدام الله عليك الصحة والعافية وأمن وأمان أخي دكتور هاني بنا. شكرا لكم، إلى اللقاء.